كل باغ نال منه مشرعا فينا مداه. هل يضر الشمس شيئا؟ أقزم تبت يداه، أقزم تبت يداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا صليب الحقيقة. تبدأ قصتي مع الأستاذ رشيد قبل ما يقرب من 10 سنوات، حين طلبت المناظرة من القمص زكريا بطرس وتحديته لإجراء 30 مناظرة في موضوعات مختلفة من موضوعات الجدل الإسلامي المسيحي. راسلني ساعي البريد بيني وبين القمص زكريا بطرس، أقصد بساعي البريد الأستاذ رشيد، وعرض علي أن يستضيف في برنامجه سؤال جريء وما هو بجريء، عرض علي أن يستضيفني والقمص في مناظرة في برنامجه لمدة ساعة ونصف، نصف ساعة تعطى لمنقذ الصقار، ونصف ساعة للقمص زكريا بطرس، والنصف ساعة الثالثة تتوزع بين الأستاذ رشيد وبين جمهوره الكريم. رفضت العرض وقلت بأني مصر على إجراء مناظرات مفتوحة أستطيع أن أبين فيها كل ما أريد قوله. قدمت له عرضا من جنوب أفريقيا من مركز الدعوة، يدعونا للمناظرة في جنوب أفريقيا ويعطيه على كل مناظرة يجريها 10,000 دولار. تلقيت من ساعي البريد رفضا من القمص زكريا بطرس لإجراء هذه المناظرات في جنوب أفريقيا بحجة أن القمص يخاف على حياته. قلت له بإمكانك أن تخبر القمص بأن العرض و10,000 دولار تسري على أي مكان يختاره في العالم. اقترحت عليه لندن، اقترحت عليه كنيسة، مركزا ثقافيا، أي مكان يختاره في العالم، بشرط أن يجري الحوار وجها لوجه. كانت هي البداية، والآن أترككم مع الكذب المقدس. دعوتك للمناظرة منذ 10 سنوات بالضبط، منذ مايو 2008. إذن يزعم الأستاذ رشيد أنه طلبني للمناظرة قبل 10 سنوات، وهذا كذب. هذا لم يحصل أبدا. حينما سمعته وقرأته تفاجأت به، فأرسلت للأستاذ رشيد وسألته، قلت له لا أذكر أنه حصل هذا، أرجوك ذكرني فلعل الأيام قد أنستني. فأرسل لي الأستاذ رشيد على الإيميل نسخة من المراسلة القديمة التي جرت بيننا. فهل كان في المراسلة التي يعتمد عليها الأستاذ رشيد ما يدل على أنه قد طلبني للمناظرة وأني اليوم أفقت من الكهف واستجبت للمناظرة؟ دعونا نقرأ ما الذي كتبه حين ذاك الأستاذ رشيد. أنا رشيد، مذيع برنامج سؤال جريء، أطلب منك أن تناظر طرفا مسيحيا، ولم يقل أن تناظر رشيد، طرفا مسيحيا نختاره من جهتنا بخصوص موضوع هل بشر الكتاب المقدس بمحمد. هذا ما جاءني من الأستاذ رشيد، فهل ترون فيه طلبا لمناظرة شخصية مع جنابه، أم أنه يقدم نفسه كمذيع في قناة الحياة ويطلب مني أن أناظر طرفا مسيحيا لم يحدد اسمه؟ بالعموم ماذا كان جوابي حينذاك؟ نقرأ. أنا موافق على مناظرة من تختارونه. إذن لم أقل على مناظرتك أنت، لأنه لم يدر في خلدي أن المناظر المرتقب سيكون رشيد. أنا موافق على مناظرة من تختارونه من رجال الكنيسة أو الأكاديميين دارسي اللاهوت. أكيد الأستاذ رشيد ليس هذا ولا ذاك. واقترحت حينذاك أن تجري المناظرة في مركز ثقافي أو كنيسة أو قاعة عامة أو استوديو خاص أو في أي مكان تختارونه من العالم، المهم أن نتواجه وجها لوجه. حاربوه يا عداه، كلنا اليوم
يوما فداه، واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه. عارضوا يا عداه كلنا اليوم فداه، واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه. لقد كان إصراري على اللقاء المباشر بيني وبين مناظري، لأني لا آمن التلاعب باتصال الانترنت أو التقطيع الذي يكون هنا وهناك، لذلك كنت مصرا على اللقاء المباشر. للأسف لم تجري تلك المناظرات. لماذا؟ لأنني بحسب الأستاذ رشيد طلبت شروطا تعجيزية. فما هي هذه الشروط يا أستاذ رشيد؟ وحينها وضع الشيخ شروطا تعجيزية، منها أن يكون المناظر ممثلا للكنيسة أو يحمل درجة لاهوتية، وتكون المناظرة وجها لوجه رافضا لحاجة ما في نفسه، التناظر عن بعد. هل كان معجزة أن نتلاقى في استوديو أو مركز ثقافي أو كنيسة؟ ما هو الإعجاز في هذا يا رجل؟ هل كنت أطالبك بالمناظرة على المريخ أو على سطح القمر؟ هل هذا معجزة؟ لكم أنا مدين للأستاذ القس رأفت مشرقي بالإعجاب، لأنه عمل هذه المعجزة التي عجز عنها الأستاذ رشيد والقنبز زكريا بطرس حين ناظرني في فيينا، في مناظرات فيينا الشهيرة. الأستاذ رشيد عجز عن فعل هذه المعجزة. كلنا اليوم فداه، واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه. الأستاذ رشيد ووفق أسلوب الدعاية المعتاد يقول: أين شيوخ الإسلام الذين طلبت مناظرتهم طوال 10 سنوات؟ أهم قابعون في الكهف؟ أقول: من كذب علي وأنا حاضر موجود وادعى أنه طلب مناظرتي، لا آمن عليه أن يكون قد كذب على غيري من الغياب وادعى بأنه طلب مناظرتهم. أقول: قد تكون طلبت مناظرتهم فأعرضوا عنك. لماذا؟ بعض من طلبت مناظرتهم لا يراك إلا طبلا أجوف، لا يراك من أهل العلم ولا دارسي اللاهوت، إنما يراك فرقعة إعلامية ما تزال تتواصل منذ 10 سنوات. لذلك رأى هؤلاء جميعا أن يعرضوا عنك وأن يقولوا لك سلاما. بالعموم أستاذ رشيد، طالبت قبل 10 سنوات وفي أكثر من برنامج طالبت أصحاب الخبرة والمعرفة بمناظرتي، وإليك هذا المقطع. محبة الحقيقة والغيرة على دينكم ما يدفعكم إلى مراسلتي على إيميل mongiz@maktub.com لطلب مناظرتي على إحدى قنواتكم المسيحية، فأنا مستعد لمناظرتكم على قنواتكم بشرط واحد: أن تبث مباشرة لايف حي. بإمكاني هنا الآن أن أفعل نفس الشيء الذي فعله الأستاذ رشيد، فأقول: أين هؤلاء القابعون وأين أنتم منذ 10 سنوات؟ وابقوا في كهفكم إلى قيام الساعة. لكني لن أفعل هذا، لا أفعل هذا لأنه لا يليق، لأني رجل أحترم الفكرة وأحترم الأسلوب. بالمناسبة أذكر الأستاذ رشيد بأن كثيرين قد طلبوا مناظرته، من بينهم الدكتور هيثم طلعت، من بينهم الشيخ الفاضل أبو عمر الباحث وغيرهم، وهناك ما يقرب من 140 تسجيل أحصيتها على النت كلها ترد على الأستاذ رشيد. لماذا يتهرب الأستاذ رشيد من المختصين بالجدل الديني الذين لهم خبرة في الحوار الإسلامي المسيحي، ويبحث عمن لا خبرة له فيطلب مناظرته؟ لما يفعل هذا إن كان لا يخشى الحقيقة؟ ويح قوم خاصموه، كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وشداه. ويح قوم خاصموه، كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وشداه.
بغض النظر عن من طلب المناظرة أولا أنا أم الأستاذ رشيد، دعوته إلى طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة نتناظر فيها. اقترحت عليه موضوعات كلها موضوعات مهمة لكل متتبع للجدل الديني في هذا الزمان. دعوته إلى المناظرة حول موضوع حيوي، العنف بين القرآن الكريم والكتاب المقدس. لكن للأسف الأستاذ رشيد لديه ما يخافه، إنه يرفض هذا الموضوع رغم حياديته بين موضوعات الإسلام وموضوعات المسيحية. ما الذي تخشاه أستاذ رشيد؟ سأقرأ لك قول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. سأقرأ هذه الآية وغيرها من الآيات التي تراها بأنها تدعو إلى العنف. لكن ما الذي تخشاه أنت على الجانب الآخر؟ هل هناك نصوص تخشى أن يستمع الجمهور إليها مثل هذا النص؟ والآن فاسمع صوت كلام الرب، هكذا يقول رب الجنود: إني قد افتقدت ما عمل عماليق بإسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر، فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعف عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة، طفلا ورضيعا، بقرا وغنما، جملا وحمارا. ثاني الموضوعات التي طلبت المناظرة فيها الهمجية والتسامح بين حياة المسلمين وحياة المسيحيين. ألا يزعم الأستاذ رشيد أن المسيحيين كانوا حملان بيضاء، حمامات تمشي على وجه الأرض، وأنهم تعرضوا، يا للمساكين، تعرضوا لقسوة المسلمين وعنفهم طوال التاريخ؟ تعال بنا نفتح صفحات التاريخ السوداء لنرى ما الذي خطه التاريخ حول هذا الماضي البعيد. هل كان يتحدث عن همجية المسلمين أم عن تسامحهم؟ هل كنتم بالفعل حمامات تمشي على هذه الأرض بوداعة؟ دعني ألخص لك الحكاية. الحكاية يقولها مارتن لوثر، يقول: السفاحون هم المبشرون. ثالث الموضوعات التي أدعو الأستاذ رشيد المناظرة فيها موضوع مهم جدا، لا أظن أن الأستاذ رشيد إلا وسيقبله، يهمه شخصيا: كيف انتشر الإسلام؟ ما زال يزعم منذ بطرس الناسك أن الإسلام انتشر بالسيف، وأما المسيحية فانتشرت بسيف الكلمة الوادع. دعنا مرة أخرى ننظر الحقيقة في التاريخ. هل انتشرت المسيحية بسيف الكلمة الوادع؟ التاريخ سيكون خير شاهد في هذا الموضوع. لما لا يقبل الأستاذ رشيد المناظرة في هذا الموضوع؟ أليس واثقا من دينه؟ أم أنه قرأ في التاريخ ما لا يود أن يسمعه الجمهور؟ هل قرأ مثلا ما قاله أرنولد وهو يتحدث عن دخول 500,000 إلى المسيحية في الحبشة؟ عن دخول 10,000 بالقوة من المسلمين وتعميدهم؟ لعل الأستاذ رشيد قرأ هذا فلم يحب أن يسمع الجمهور بأنه في الحبشة فقط 500,000 دخلوا إلى المسيحية بسيف القهر والغلبة. أسأل التاريخ يمضي كيف أبصرت نداه، بالغ البذل جميعا وانتهى ثم ابتداه. الأستاذ رشيد لا يجرؤ على فتح تلك الصفحات المغلقة، عنده موضوع وحيد على اسم صاحبه وحيد، عنده موضوع وحيد يود المناظرة فيه، ألا وهو موضوع البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم. إنه الموضوع الوحيد الذي يجرؤ على المناظرة فيه. من جهتي أعلن استعدادي لمناظرة رشيد في موضوع البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع شرط بسيط:
أن نسبقه بمناظرة حول تحريف الكتاب المقدس. هذا الموضوع جد مهم لي حين أريد أن أتحدث عن بشارات أستلها من ركام التحريف. الأستاذ رشيد ذكر لنا في مقطعه بعض الآيات القرآنية، سيقول لي أين ورد الحديث عن قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. لربما لا أجد هذه النبوءة. لماذا؟ لأن هناك من طمسها وحرفها، لذا أنا أحتاج إلى إثبات موضوع التحريف. دعني أستاذ رشيد أضرب لك مثالا من أمثلة التحريف التي أود أن أنهيها قبل أن نصل إلى المناظرة في البشارات. حينما تحدث المزمور 84 عن القادمين للحج في بيت الله في بكة، تحدث عن بكة، عن بلد الله الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. لكن هذه النبوءة تم تحريفها وطمسها بإضافة كلمة في صهيون. فهل كان النص التوراتي يتحدث عن كلمة في صهيون؟ أقول لا. هذه الكلمة جرى تحريفها من قبل المسوريين العلماء اليهود، حرفوها بعد الإسلام. هناك كلمتان متشابهتان في الكتاب العبرية، زيون وزايون. الفرق بينهما أن الأولى هي مكان في فلسطين صهيون، والثانية تعني الأرض القاحلة أو اليابسة أو التي لا زرع فيها. فماذا فعل هؤلاء؟ حدث الكتاب المقدس عن بكة، جعلوها في صهيون في فلسطين، ولو تركوها على حالها لكانت في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هل عرفت جناب الأستاذ رشيد لماذا أصر على دراسة موضوع التحريف؟ كانت الناس حيارى فاستبانوا بهداه، كانت الأفكار أسرى حررتهن يداه. كانت الأستاذ رشيد مصر على مناظرتي في موضوع كتابي هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب رقمه في السلسلة 5 يا أستاذ رشيد. ألم يطلع الأستاذ رشيد على الكتب السابقة على هذا الموضوع؟ ألم يقرأ الكتاب الأول هل العهد القديم كلمة الله؟ ألم يقرأ الكتاب الثاني هل العهد الجديد كلمة الله؟ ألم يقرأ فيهما أني أتهم كتابه المقدس بأنه كتاب محرف مبدل مضيع وأنه ليس من عند الله؟ ألم يجد فيهما ما يستدعي أن نتناظر حوله؟ لعل الأستاذ رشيد لم يطلع على الكتاب الثالث، لأنه اختصاصه 5 فقط، لم يطلع على الكتاب الثالث الذي أثبت فيه أن المسيح عليه السلام بشهادة الكتاب المقدس كان نبيا رسولا. ألا يستطيع أن يستخلص منه موضوعا للمناظرة في موضوع التثليث؟ ألا يصلح أن نتناظر حول الوثنية التي تسربت إلى المسيحية في عقيدة التجسد والثالوث؟ متأكد أن الأستاذ لم يطلع على الكتاب الرابع لأنه انتقل فورا إلى الكتاب الخامس. لم يطلع على الكتاب الرابع الذي يتحدث في إثبات أن المسيح عليه السلام لم يصلب بشهادة التاريخ والكتب المقدسة. لم يقرأ الأستاذ رشيد في هذا الكتاب نقدي لعقيدة الفداء وإثبات الصلة بينها وبين الوثنيات السابقة. الأستاذ رشيد لم يطلع على هذا كله. الشيء الوحيد الذي يعرفه الأستاذ رشيد هو كتاب البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم. في صفحة 6 من هذا الكتاب بدأت في الحديث عن موضوع التحريف، إشارة بسيطة إلى الكتب السابقة جعلتها مدخلا إلى البشارات، فإني أعلم أني أعالج موضوع البشارات وأستخرجها من ركام التحريف. شروطي، وهي شروط عادلة للطرفين، كالتالي: أولا، أن تستجيب للتحدي الذي أرسلته لك
قبل 10 سنوات وألا تتجاهله، وهو موضوع هل بشر الكتاب المقدس بمحمد، عنوان كتابك. ليس هكذا يتم الترتيب للمناظرات، فكل مناظرة وكل موضوع نتفاوض حوله على حدة، لا أناقش مواضيع بالجملة. حين ننتهي من المناظرة الأولى نناقش الموضوع الثاني ونتفاوض حوله حتى نصل إلى اتفاق. كما سمعتم الأستاذ رشيد يريد أن نتفاوض فقط حول موضوع البشارات، ثم بعد ذلك ماذا لدى الأستاذ رشيد؟ إنه الهروب المقدس. نعم بصراحة الأستاذ رشيد يريد إجراء مناظرة واحدة وبعدها سيتبخر ويتلاشى إلى الأبد. هذا ليس حدسا مني، بل هذا ما قرأته بين سطور الأستاذ رشيد. كتب لي الأستاذ رشيد في الإيميل بأننا سنجري موضوع البشارات ولن نتفاوض مبدئيا على أي مناظرة أخرى، فإن سحقني وطحنني وعجنني في موضوع المناظرة الأولى فلن نكون بحاجة إلى مناظرة ثانية مع إنسان قد انكشف أمره أمام الجمهور. هذا ما يريده الأستاذ رشيد، يريد أن ينهي المناظرة الأولى بأي شكل كان، ثم بعد ذلك يعلن انتصاره وأنه هو المنتصر في هذه المناظرة، فهو الخصم والحكم في وقت واحد، وبالتالي ليس من داعي لإجراء مناظرة ثانية أو ثالثة أو رابعة. هذا هو السيناريو الذي يعده الأستاذ رشيد، لذلك أنا أطالب بالموافقة على مجموعة مناظرات حزمة واحدة لأضمن ألا يتبخر ويتلاشى بعد المناظرة الأولى. ثانيا، لا تلزمني بعناوين ومجموعات تختارها بنفسك ولم نتفق عليها بيننا ولم نتفاوض حولها أصلا. شرطان اثنان يشترطهما الأستاذ رشيد للمناظرات. الأول أن يناظرني في موضوع البشارات لأنه بعده سيتبخر ويتلاشى. الشرط الثاني هو غير موافق على القوائم التي أرسلتها إليه. ليه؟ كلها قوائم محايدة بين الإسلام والمسيحية. أنا موافق على قوائمك التي ترسلها إلي بشرط أن تكون محايدة بين الإسلام والمسيحية. مثلا المحبة بين الإسلام والمسيحية، المسيح بين الإسلام والمسيحية، التثليث بين الإسلام والمسيحية، التحريف بين الإسلام والمسيحية. ولا تنسى من فضلك موضوع الهمجية بين الإسلام والمسيحية. ينتشي الأستاذ رشيد ويخبرني بأن لديه 6 مناظرات يطلب مني أن أرجع إليها. الله يحرسك من عيونهم. قبل أن يشرع الأستاذ رشيد في أول مناظرة له كنت قد انتهيت من نشر 12 مناظرة نشرت مكتوبة مع بعض القصص ودارسي اللاهوت قبل أن يخط أول كلمة في مناظراته. أستاذ رشيد، عدد مناظراتي التي أجريتها يفوق 20 مناظرة. أدعوك لقراءة تلك الرحلة الممتعة، الحوار الرائع الذي أجريته مع الأستاذ جرجس، 3 كتب تجدها على شبكة الأنترنت. الأول منها يبلغ 400 صفحة كلها في موضوعات الجدل الإسلامي المسيحي، مع ذلك لا أجد في ذلك ما يدعوني أن تفش كالطاووس. أستاذ رشيد، الجمهور يترقب بشغف موافقتك على هذه المناظرات، الكل ينتظر، الكل يأس من موافقتك، أما أنا فما زلت أؤمن أني أواجه رجلا شجاعا لن يتبخر ولن يتلاشى. سيناظرني ليس في موضوع واحد، في دستة مناظرات كلها ستمتع الباحثين عن الحقيقة، ستمتع الجمهور الكريم. أستاذ رشيد أرجوك وافق، من فضلك وافق، وأعدك
سأعلقك على صليب الحقيقة. السلام عليكم ورحمة الله. قافلات النور سارت رحمة خلف حداه.